السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل شرح الديزاين بتاع الشورت كولومز. كنا وقفنا في الفيديو اللي فات على الديتيلينج بتاعه، ازاي بنحط التسليح والمينيمم والماكسيموم والاستيرابس، ازاي بتتظبط والفوليوم بتاع الاستيرابس وشويه التشيكس دي. لحد دلوقتي لسه ما جبناش ازاي بنجيب ابعاد القطاع والتسليح الطول، يعني التسليح اللي هو ماشي بالطول في جوه العمود ده. احنا طبعا اتكلمنا عن الكنات بتيجي ازاي، بس لسه في الاكزامبل ده هنشوف اكتر، ولكن عايزين دلوقتي نشوف بقى ازاي نجيب الكباس بتاعه العمود. لسه ما عملتش ديزاين، انا دلوقتي عندي عمود وبأبعاد معينة، ازاي اجيب الكراسي بتاعته؟ الكلام ده هيكون بيزد على حاجتين، بيزد على كومبتابيلتي اوف سترينز وبيزد على اكوليبريم اوف فورسز. يعني ايه الكلام ده؟ انا عارف كومبتابيلتي، يعني انا عارف ان الخرسانة اللي هنا والستيل بيحصل لهم كومبريشن مع بعض، بيحصل لهم نفس السترين، لان هما بيبقى في بينهم بوند، فبنسميه في كومبتابيلتي اوف سترينز. طبعا احنا عارفين عشان الخرسانة تنهار، يعني او العمود عشان ينهار لازم الخرسانة تنهار، والخرسانة تنهار عند سترين بوينت او 3. الحديد بيوصل لليلدنج على اف اي، يعني عشان نوصل نعرف اليلد سترين بيبقى اف يلد على الاي، ده هيطلع في رينج بوينت 0.02، يعني مع اختلاف قيم الاف يلد. فهتلاقي ان 100% من انهيار العمود هيكون بعد اما الحديد كله حصل له يلد. فانا لو عرفت اجيب الكباستي بتاعه الحديد اللي حصل له يلدنج على اف يلد في اريا ستيل، طبعا دلوقتي بتكلم من غير اي فاكتورز اوف سيفتي، وعندك الاستريس بتاع الخرسانه بتقدر تشيله مضروب في الاير كونكريت وجمعتهم على بعض، اقدر اجيب الكباستي بتاعه الحديد. ودي حته الايكوليبريم. يعني هتمشي هنا هتلاقي بقى هو بيتكلم بالطريقه دي، يقول لك ان الفورس بتاعت الستيل هتساوي اريا ستيل في اف يلد على جاما اس، وبتاعت الكونكريت فاكتور، هقول لك الفاكتور ده ايه، في اف سي يو مضروب في اريا كونكريت اللي هي اريا جروس ماينس اريا ستيل، عشان تجيب النت اريا بتاعت الخرسانه مقسوم على جاما اس على جاما سي على جاما سي. طب ايه الالفا دي؟ الالفا دي احنا بناخدها بتلتين. الالفا دي باختصار هي عباره عن فاكتور فيه شويه حاجات. جيت التلتين ده منين؟ اصل الايكويشنز دي كانت بيزد على ان هو بيشتغل على السلندر ستريس، مش بيشتغل على كيوب ستريس. فالسلندر ستريس بيساوي 0.8 اف سي يو. فانا لما اشيل السلندر واحط الكيوب لازم اعوض تبقى 0.8 اف سي يو، يبقى دي اول حاجه 0.8. بعد كده نضرب في كمان في 0.85، لان في حاجات تانية بتبقى عندنا، في حاجه اسمها الشيف فاكتور او الجيومتري فاكتور، وفي لونج تيرم لودنج وحاجات شويه حاجات كده ومشاكل الكونستراكشن، فبيضرب في فاكتور 0.85 مع 0.8، فيبقى 0.8 في 0.85 يطلع فاكتور بتاع الكود المصري اللي هو التلتين. طبعا ده الفاكتور ده بيتغير بيزد على شويه حاجات في بعض الكودز، ولكن مش ده موضوعنا. يعني عرض اهو جمع الاثنين دول على بعض وجاب الجاما سي والجاما اس. طبعا هم مختلفين شويه عن اللي احنا ناخدهم في البندنج، وده هنتكلم فيه قدام ان شاء الله بالتفصيل وقت الديزاين بتاع الكومباين بندنج اند مومنت بندنج اند نورمال. المهم دي معادله ومعادله، بتبقى المعادله دي بتعوض فيها بالاكسنتريستي اللي جايه على العمود اللي هي ام على ان على التي. انا طبعا عارف دلوقتي ان الاكسنتريستي بصفر، فالفاكتور ده رايح الفاكتور ده برايح اعوض، هتلاقي جاما سي وجاما اس طلعوا لك. طبعا دلوقتي بتكلم في الاثبات بسرعه. طبعا يعني ما بيعوضش بالزيرو، هو بيعوض بالمينيموم اكسنتريستي، والمينيموم اكسنتريستي دي بتبقى جايه من زي ما قلنا، بياخد الكود بياخد مينيموم اكسنتريستي عشان ياخد تاثير التأثير اللي في اكسنتريستي جاي على العمود بسبب ان الكاميرا مترحله مش عارف ايه، الحاجات اللي هي ما بتبقاش داخله في التأثير بتاع، يعني مش داخله في الاناليسيز يعني. وعوض في دي. طبعا هي هنا اريا جروس ماينس اريا ستيل بلس اريا ستيل مش عارف ايه، فهو عايز يطير الاريا ستيل دي، لان اريا ستيل مضروبه في اف سي يو بتضايقه في المعادله. فانا ممكن افترض ان اريا ستيل بتبقى 2% اريا كونكريت، لان احنا زي ما عارفين المينيمم فاليو اللي انا هستعملها 1%، والماكسيمم عندك 4 5 او 6% على حسب مكان العمود، فده متوسط 2%. وكده كده اصلا ممكن تتعمل خالص انك تخصم ده، لان هو 2% من اريا كونكريت كلها، ده مش حاجه. فبياخد رقم في النص كده 2% ويعوض، والعيش الفاكتور سيفتي اكتر عشان الاكسنتريستيز اللي موجوده والحاجات دي بيقلل كمان 10% لحد ما يطلع المعادله اللي هي 0.35، ان اللود التوتال لود اللي العمود يقدر يشيله 0.35 اف سي يو اريا جروس بلس تلتين اريا ستيل في اف اي. دي المعادله اللي بنستعملها عشان نجيب الكباسيتي بتاعت عمود اندر كومبريشن. طبعا زي ما قلنا هو بيبقى واخد في المعادله دي شويه فاكتورز اوف سيفتي، وخد الكلام ده في حسابات الجاما عشان في حاجه اسمها مينيمم اكسنتريستي، اللي هي بتبقى جايه من شويه حاجات موجوده على العمود والكاميرا مترحله شويه، فبتعمل اكسنتريستي فتعمل شويه مومنت، فده بيقلل الكباستي شويه، فبياخدها هو الاكسنتريستي المينيمم يا اما ب 5% من الطول بتاع العمود. يعني الاكسنتريستي دي هي مومنت على نورمال، يعني
او 20 مللي مينيمم. وده هنشوف ليه هو الارقام دي مستعمله في لحد دلوقتي احنا ما استعملناش في حاجه مهمه في التصميم. يعني يبقى العمود اللي هو العادي بتاعنا المعادله دي، العمود اللي هو المستطيل او المربع اللي فيه كانات، لكن بيجي بقى لعمود السبايرل. احنا السبايرل عارفين ان هو فيه كانات حلزونيه، فالكانات الحلزونيه بتعمل حاجتين زي ما شرحنا قبل كده، انها بتزود الكباستي جدا، انها بتعمل كونفايمنت عالي. الحاجه الثانيه ان هي ليها كومبوننت مايل، يعني هي مايله، فليها كومبوننت راسي. فالكومبوننت الراسي ده بيشيل معاك اكسل فورس. فعمل ايه؟ خلى المعادله دي عدل فيها حاجتين، مره زود فيها تاثير الكومبوننت المايل ده، ومره عمل اللي ايه كونفايمنت زياده. هنا نفس المعادله بس زود عليها كومبوننت من الكنات اف يلد في الفوليوم بتاع السبايرال. هنشوف ده بيتحسب ازاي في اكزامبل يعني. و او زود شويه الاف سي يو عشان خد تاثير الكونفايمنت. فهو بيعمل دي، اما بيعمل دي. طبعا دي برضه ممكن يبقى ليها رؤيه ان هي بياخد تاثير الكونفايمنت بطريقه مختلفه. في الاخر النظريه مش هتختلف كتير، لكن الفكره كلها ان هو بياخد الكونفايم، ان المهم ان السبايرال بيؤدي الى زياده الفور الكباستي كتير، يعني بسبب ان هو يا اما بيعمل عليه كومبوننت مايل يا اما كونفايمنت عالي. طب ايه معادله الفوليوم بتاع السبايرال؟ فوليوم السبايرال هيساوي الباي مضروب في اريا سبايرال، هو الكروس سكشن اريا بتاع السبايرال، اللي هو لو فيها 8 يبقى باي دي سكوير على 4 يعني ايا كان. في الدي كي، الدي كي اللي هو الدايمتر الداخلي، شيل 2.5 سم كفر و2.5 سم كفر، يبقى لك يعني دايما هيبقى تاخده دايمتر ماينس 50 على البي اللي هي البيتش اللي هي المسافه دي، اللي هي قلنا من 30 مللي ل 80 مللي على حسب الديزاين اللي هنشوف بعدين. ده الفيلم بتاع السبايرال. محتاج بس برضه وانت لما بتحسبه تشيك ان هو زي ما الناس فاكره كان في الكنات، تشيك كده ليها علاقه بالفوليوم. فهنا الفوليوم ده بتحسبه وتشيك ان هو اكبر من الفاليو دي. دلوقتي احنا معلومات كتيره قاعدين نرمي معلومات كتيره، لكن توظيفها ازاي في الديزاين ده اللي هنشوفه كمان شويه. لازم تتاكد ان الفوليوم ده اكبر من 0.36 اف سي يو على اف يلد سبايرال مضروب في اريا سي ماينس اريا كي. اريا سي اللي هي الاريا الخارجيه كلها، واريا كي اللي هي الاريا الداخليه. طبعا العمود عليه تنشن، ده سهل قوي. العمود عليه تنشن، الخرسانه هتشرخ كلها مش شغاله، فيبقى الكباستي اندر تنشن هي اف يلد في اريا سي على جاما اس العاديه بتاعتنا اللي هي 1.50. نيجي بقى الاكزامبل. عندك العمود ده، بيقول لك عمود، بيقول لك شورت كله عشان ما نعملوش باكلينج وعليه اكسيال بس. احسب لي الديزاين اكسيال كباستي بتاعته. هو في كام سيخ؟ احنا عارفين ان المعادله بي التيميت ايكوال 0.35 اف سي يو اريا جروس بلس 0.67 اريا ستيل في اف اي. مش محتاجين نعمل يعني المنظر ده مش مهم. المهم الاف سي يو ب 30، اريا جروس 300 في 500 بلس 0.67 اريا ستيل اللي هم عندك كام سيخ؟ 6 8 فاي 16، 8 تايمز باي 16 سكويرد على 4 مضروب في اف يلد 360، وتحسب تطلع الكباسيتي بتاعت العمود اندر اكسل، اندر بيور اكسل لود. نفس الكلام لو انت عندك عمود بقى سبايرال. طبعا في حاجه ما قلتهاش صغيره، بس انت دلوقتي الكباسيتي ليها معادلتين في السبايرال. المفروض تبقى انت ايه، لو المعادله دي بتطلع لك كباسيتي صغيره والمعادله الثانيه خدت تاثير الحاجه لوحدها طلعت كباسيتي صغيره، كباستي تاني اصغر، الصح ان انت تاخد المينيمم من الاثنين زي ما مكتوب الليست اوف ريكومندر، لان هو هنا خد زي تاثير وخد زي تاثير حاجه وتاثير حاجه، فهو يعني عشان يبقى مور سيف بيقوم واخد الصغيره اللي في الاثنين. فبيبقى عندك مساله عايز يحسب الكباستي، هتحسب الكباستي بالمعادله دي، الكباستي بالمعادله دي وتاخد الصغيره من الاثنين. اول حاجه يحسب الفوليوم بتاع السبايرال ويتاكد ان هو اكبر من الفاكتور زي ما قلنا عليه. خلينا كده، انا ما بعملش انا ديزاين، بعمل اناليسيس يعني، فعندي القطاع جاهز بعمله مش ديزاين. فعشان بس يتاكد ان السؤال اللي موجود كيف ان هو يشتغل ويؤدي معاه الدور بتاعه، بيتاكد ان هو التشيك بتاعه تمام. فقلنا الباي في الاري سبايرال اللي هو الباي دي باي تايمز 10 سكويرد على 4 لان هو فايتم 10. في دي كي اللي هو لو قلنا ده العمود كام؟ العمود 500 مللي، فيبقى الدي كي قلنا هنشيل 25 و25 يبقى لك 450. هو عملها غالبا 450 فعلا. وحسب على البي، البيتش هو مديها لك، قال لك ان البيتش 500 مللي، هتحسب ده وتقوم حاسب الرقم ده هيطلع تمام.
يبقى انت كده فعلا تقدر تستعمل المعادله، لان السبايرال اللي موجود كافي. طب لو السبايرال اللي موجود طلع مش كافي، ايه الحل؟ الحل ده يعني ده حاجه نادره، يعني انك تستعمل المعادله العاديه بتاعت العمود الطايد العادي اللي هو 0.35 اف سي اريا جروس بلس 0.67 اريا سي اف فيلد، حتى لو هو مدور وفي كانت سبايرال، بس هي السبايرال مش كفايه انها تأدي تأثير السبايرال اللي احنا مطلوبينه. يعني حسبت الاي كي والاي سي، اريا سبايرال عوض في الفوليوم، عمل التشيك طلع تمام. بعد كده هحاسب بقى البي التيميت بين المينيمم بتاع ده والمينيمم بتاع ده، الحاجه كلها مباشره 0.35 اف سي او. اخر بقى كان اريا كي، اريا كي اللي هياخد فيها الدايمتر الداخلي اللي هو شايل منه 50 مللي، 0.67 اريا ستيل اللي هو 6 في 25 في اف يلد بلس 1.35 اف يلد بتاعت السبايرال مضروب في الفوليوم بتاع السبايرال اللي انت حسبته فوق، هو ده ده جبت رقم. والرقم ده سهل يعني، تعويض مباشر برضه، هتقوم واخد صغير من الاثنين. نيجي بقى بالنسبه للديزاين. دلوقتي انا عندي المعادلات كلها، نيجي لو جينا تعالى نبص على معادله الطايد كولوم. انا دلوقتي عندي بالعكس بقى، عندي لود وعايز اطلع قطاع حديد. لو جينا نمسك الطايد كولوم العادي، انا بقول هو مستطيل او مربع العادي طبيعي، هتلاقي انت بقى عندك البي المعادله بقى فيها اتنين انونز، اريا جروس بتاعت الخرسانه وفيها اريا ستيل مش معروف. فالحل ان انا افرض واحد واجيب التاني منه. انا عندي دلوقتي هي كومبينيشن بين خرسانه وستيل، اما واحد بيزيد التاني بيقل. طب اعمل ايه؟ الطريقه اسهل طريقه في الفرض ان انا افرض نسبه الحديد بالنسبه لاريا كونكريت. احنا عارفين ان المينيمم بتاعي 1% من اريا كونكريت، والماكسيمم 4 او 5 او 6 على حسب مكان العمود. لو انا عايز عمود ايكونوميك يبقى هاخد اقل اريا ستيل بحيث اقل الحديد، لان الحديد هو اغلى حاجه. طبعا ده هيديك قطاع كبير. طب لو محتاج قطاع اصغر قطاع موجود، طب خلاص يبقى هاخد اكبر اريا ستيل ممكن اللي هي 4 او 5 او 6 واعوض في المية طبعا من اريا جروس، واعوض بعد ما عوضت قوم جايب اريا جروس، وانا عارف ان اريا ستيل كذا في المية من اريا ستيل من اريا كونكريت، اعوض اجيب اريا ستيل. طبعا احنا قلنا اقل حاجه هنستعملها 1% على طول في المعادله عشان تطلع نفسك من مشكله ال 0.6 اريا ريكوايرد والحاجات دي. فيبقى خلاص ما عندكش المشكله، فدايما هستعمل ال 1% على طول. طب بالنسبه لهنا، هنا بقى عندك ثلاث انونز، عندك الاريا اي سي واي كي عباره عن نفس الحاجه، فمفيش مشكله. دي شايل منها الكفر بس، واريا ستيل تاني انون، وفوليوم بتاع السباير. قال لك الحل اللي قدامك انك تعمل الاتي: تمسك المعادله الاولانيه، انت دلوقتي عندك بي التمت، افضل حاجه ان هي يطلع البي التمت من المعادلتين زي بعض وخلاص. فقال لك امسك المعادله الاولانيه وافرض اريا ستيل بنفس الطريقه بتاعت اللي فوق، بس قال لك ممكن هنا نزود شويه عشان عمود السباير بيبقى غالبا عمود تقيل يعني. فقال لك افترض من 2 ل 4%، خد ال 2% مثلا، ده لو انت بتتكلم المينيمم اصلا كان 1.2% او حاجه زي كده في السباير، فاخدها 2% عشان تريح نفسك شويه، وعوض هات اريا سي. بعد ما جبت اريا سي يبقى انت بقى معاك القطاع ومعاك الاريا سي كانت نسبه منه، عوض اجيب الاي كي، هتلاقي الاي كي عندك خلاص شيل الكفر واحسبها، واريا سي عندك عوض هات الفوليوم بتاع السبايرل. جبت انت الفوليوم بتاع السبايرل شايف ان هو مش اقل من المينيمم، لو اقل من المينيمم يبقى تاخد المينيمم، يبقى انت كده جبت الفوليوم بتاع السبايرل. روح بعد كده معادله السبايرل عشان تصمم الكنات دي. عندك الفوليوم بتاع السبايرال وعندك الدي كي، ما عندكش الاريا بتاعت السبايرال اللي هو الكروس سكشن الاريا بتاعته، ولا عندك البي. افرض واحده وهات الثانيه، افرض الاريا سبايرال بالمينيمم 8 مللي وهات البي طلعت اقل من 30 مللي، يبقى انت عايز تكبرها شويه. طب خلاص يبقى كبر الدايمتر عشان تطلع سبيتش اقل، طلعت اكبر من 80 اللي هي الماكسيموم، خلاص يبقى خد ال 8 مللي وخدها على الماكسيموم 80 مللي كبيتش يعني. يبقى انت كده الحالتين عملت ديزاين للعمودين. هيبقى ناقصك الحاجه الوحيده بس في التايت كولوم العادي، ازاي بقى بترص الكنات وتحسبها، ده لسه هنشوفه. بس ده حاجه اوت اوف ديزاين، لان انت الديزاين نفسه مش بيبقى بيز على حاجه، ملوش دعوه بالارقام بتاعت الستربس العاديه، لكن السبايرال بتخش في الديزاين زي ما شفت. تعال بقى نشوف الاكزامبل بتاع الديزاين، هو جايب اكزامبل على ده واكزامبل على ده. هو ليه فلسفه شويه مختلفه في الديزاين، بيفترض بيعمل معادله كده تقريبيه بال 1%، لكن انا مش متعود اشتغل بيها، وافضل الناس تشتغل على طول. حابين تشتغلوا بيها، وان هو عوض بال 1% وجاب معادله تقريبيه كده 77 عشان يشتغل. قال لك الاريا جروس بتبقى اكبر من 77 بي التمت، يعني ملهاش لازمه تعرف تحفظ حاجه جديده يعني. فانا افضل تشتغل زي ما قلت على طول.
تعال نشوف. هو دلوقتي بيقول لك صمم عمود تايت كولوم عادي جاي عليه unfactored يعني working. خلي بالك اللي في المعادلات دي يكون altered. مديك الديد واللايف ومديك بي حاجه بي وند بريشر اور سكشن. فاول حاجه محتاج تحسب البي فاكتورد او البي التيمت اللي على العمود. انت عارف ان هو بيساوي او في هنعمل بقى لود كيسز الكلام ده ممكن عارفينه اكتر في الستيل. عندك 1.4 الديد بلس 1.6 اللايف. وفي حاله وجود الويند الارقام الفاكتورز بتتغير شويه بتقوم تقريبا انت في 0.8 يعني بتاخد نفس يعني بتاخد برضه 1.4 الديد 1.6 اللايف 1.6 الويند. لكن في حاله وجود سكندري لود اللي هي اللودز مش دايما تقدر تضرب اللود كومبينيشن كلها في 0.8 فتقوم حاسب الحسبه ضربها في 0.8 ويبقى ليها لود كومبينيشن تاني. في حاجه هو قال لك ان الويند ده سواء بريشر او سكشن. في حاله ال اما الحاله يعني هنا المشكله فين دلوقتي؟ ان العمود ده عليه لود. اللود ده جاي من الخارجي بيعكس يعني الحاجه بتاعت الكومبينيشن اللود ده بيسحب لفوق. فانا كده ان هو بيبقى فيها زي يعني بيبقى في مشاكل تانيه بتطلع زي ايه؟ مشاكل الاستابيليتي لان العمود كان ممكن يطير. فعشان ياخد في اعتباره الكلام ده في الديزاين فبيقوم اخد اقل لودز موجوده خالص ممكن تبقى موجوده على المبنى كتضغط. ويقوم اخد الويند 1.3 الويند بيعكس لفوق عشان يتاكد ان المبنى مش هيطير. طبعا هنا احنا مش بنشيك مبنى هيطير ولا لا، احنا مجرد بس بنحسب بنشوف اللودز اللي جايه. فيعني هو بيعمل كده عشان ده المبنى يطير لو ده هيطير، لكن هنا المعنى اللي زيه ان العمود يبقى عليه تنشن. فهو عايز يجيب الماكسيمم تنشن على العمود فيخلي المينيمم كومبريشن اللي ممكن يجي مع الماكسيمم فورس اللي بتشد ويحسب تلاقي له تنشن صغير. عندك دلوقتي اتنين كومبريشن وواحده تنشن. العقل يقول ايه؟ اخد الكومبريشن الكبيره اصمم عليها واروح شايك على التنشن. طبعا ما انا اكيد اخد الكومبريشن في الكبير، الكبير في الكومبريشن. طب ليه ما صممتش تنشن شايكت كومبريشن؟ لان انا زي ما انت شايف التنشن فورس معدومه كانها مش موجوده اساسا. فايه اللي خلاني اعمل كده؟ فصمم دي واروح شايك على دي. هو ازاي نصمم؟ عندي المعادله انا رايت اعمل زي ما قلت. عندك المعادله عوض بالاريا جروس. طالما مش مديك حاجه معينه باخد المينيمم ستيل عشان تطلع عمود اقتصادي. عوض بايريا جروس ب 1% 1% قصدي اريا ستيل، معلش اريا ستيل ب 1% اريا جروس. بقت المعادله فيها النون اريا جروس. هات الاريا جروس. بعد ما جبت الاريا جروس هتعملها القطاع كام في كام؟ احنا قلنا مينيمم دايمنشنز يا اما 30 في 30 يا اما 25 في 40. غالبا بيبقى في عرض موجود عندك جيفن العرض الصغير. لو مش موجود خد يا سيدي 25 او 30 مش هتفرق زي ما انت عايز. طب هو مش عايز سكوير، لو عايز سكوير هتاخد الاريا تعملها سكوير روت. خدت طب خلاص خدت الاريا جروس، خدت انت البعد الصغير اللي هو البي البي ب 30 300 مللي، روح احسب الطول الثاني وقربه لاكثر 50 مللي بالزياده. يبقى انت كده جبت هو مختلف شويه في الحل بس جبت ايه مثلا 300 مثلا في 550. اضرب ده في ده هات ال 1% منه من 1% منه يبقى ده الاريا ستيل. مش محتاج تعمل الكلام ده كله لان انا اصلا رايح شغال على 1% اللي هي مسيبها كل الكلام ده. يبقى انت كده جبت اريا ستيل واريا كونكريت. عوض هات الاريا جروس. يبقى انت قصدي شوف محتاج كام سيخ هاتهم ويبقى عندك الاريا جروس. خلاص كده خلصتها. كده زي ما قلنا فاي 16 هل ممكن تستعملها براكتيكالي في العمود؟ طبعا هو بيقول لك اللي هو جايب عايز النمبر تبقى رقم بيقفل اسمه على 4 لان العمود سكوير. فالعمود طالما هو قال خده سكوير طبعا مش شرط يعني ده غير لو طلب. طالما هو سكوير يبقى محتاج يبقى عشان العمود سيمتريك يبقى الرقم يقفل اسمه على 4 عشان كل جنب ياخد زي التاني. طب دلوقتي بقى نيجي لرص الكنات. زي ما قلت لك بقى خطوات الديزاين صممنا ازاي نرص الكنات. زي ما قلنا هتحسب هترص الاسياخ بحيث اول حاجه تحط سيخ في كل كورنر وبعد كده ترص. طبعا احنا قلنا العمود سكوير فلازم يكون سيمتريك في كل النواحي. فدلوقتي قلنا خلاص سيمتريك نيجي نشوف بقى تقوم حاسب المسافه بين كل كنه والتانية كل سيخ والتاني. لو طلع اقل من 150 مللي يبقى انت محتاج تربط تحط يعني تربط اساخ كل سيخ وسيخ. طب لو طلع اكتر من 150 لا تربط كل الاسياخ ورا بعضها. تربطها بأي شكل بالكنات بأي شكل زي الموجود في أول المحاضرة. هو لقى إن هو الرقم طلع أقل من 150. طبعا هو بيحسب الرقم هو بيحسب الكلير سبيسنج بين البارز فخصم منها عدد بيحسب المسافة. شال اتنين الكفر وشال ديامتر الكانتين وشال ديامتر البارز وجاب الكلير. للتسريع على نفسك خد السنتر لاين وسنتر لاين البارز. خد التوتال ديستنس شيل منها اتنين الكفر وبعد كده قسم على السبيسنج اللي هم أربعة سبيسنج فأنت جبت السبيسنج. اطلع رقم أكبر شوية مش مشكلة. يبقى انت كده هتبقى عرفت
هتحط هتربط كل قد ايه، طلع على 150 فهيربط كل سيخ وسيخ، فربط بكانه رومبوس كده عشان تبقى هتبقى اريح له بقى لما يربط السيخ ده لوحده كده بكانه، السيخ ده لوحده بكانه تروحش في التنفيذ، فخد كانه رومبوس كده. دي حاجه. بعد كده جبت رصيد الكنات. بعد ما رصيد الكنات محتاج تعمل 3 تشيكس. تحتاج شكل الكنات. اول تشيك محتاج تعمل تشوف الدايمتر بتاع الكنات. تالت تشيك محتاج السبيسنج بتاع الكنات في اتجاه الطول بتاع العمود. تالت حاجه كان في تشيك على الفوليوم بتاع الكنات. تعالى نعمل اول تشيك بتاع الفاي. قال لك ان الفاي لازم تبقى ما ينفعش تقل عن فاي 8، وما ينفعش تقل عن دايمتر الحديد الطولي على 4. ف 16 4 و 4 يبقى هيستعمل الفاي 8، يبقى انا كده اتفقت هستعمل الفاي 8. طب السبيسنج كام؟ قال لك الماكسيمم سبيسنج المتاح 200 مللي، وبرده لازم تبقى انت اكتر اقل من 15 الدايمتر بتاع الحديد الطولي. ف 15 في 16 طلع 240، يبقى اللي جبرن ال 200، يبقى انت كده عندك ثواني فزي ما قلنا طلع ال 200 هي اللي هتجبرن، فبقى عندي خمس كنات. ليه خمس كنات في المتر؟ عشان لان السبيسنج 200 ده في الاتجاه الطولي، يبقى خمس كنات في المتر فاي 8، وده شكل الكان. فاضل لي التشيك الاخير اللي هو بتاع الفوليوم بتاع الكنات اللي هو ان في اريا سبايرال في البريمتر لازم يبقى اكتر من الرقم ده. ان احنا قلنا بنجيب عدد الكنات في المتر، فقلنا في المتر 5. طب الاريا سبايرال فاي 8، يعني نشوف الفاي 8 الدايمتر البريمتر بتاعها كام، الدايمتر بتاعها كام، وتحسب الاريا. طيب البريمتر، شوف انت عندك الكنه، في كنه مستطيله بره، شيل الكفر والكفر واحسب لها احسب طولها، وعندك في كنه داخليه، شوف الطول ده كام، الطول ده هيبقى سكوير روت ده سكويرد بلس ده سكويرد، فجبت الطول ده تضربه في 4 اللي هو عمله هنا، فجبت طول الكنه دي، جمعهم على بعض بقى انت عندك بريمتر الكنه. عوض واعمل التشيك ده واحسب الرقم ده، غالبا ده بيطلع يعني 90% بيطلع اوكي. اخر حاجه انت كده خلاص خلصت الديزاين، تعمل تشيك بس على تشوف العمود ده هيشيل كام في التنشن، عشان وتشيك ان هو اكتر من اللي جاي عليه في التنشن، عشان زي ما قلنا ده التشيك سريع كده هيطلع تمام، لان زي ما قلنا التنشن فورس كانت يعني مهمله تقريبا يعني. طب تعالى نشوف هو قال لك ايه. قال لك صمم عمود ايدج تايت كولوم بالمينيمم دايمنشنز. المينيمم دايمنشنز يعني ايه؟ يعني عايزين اقل قطاع، اقل قطاع، اقل قطاع يعني اخد اكبر تسليح. الايدج كولوم الماكسيمم بتاعه 5%، فبدل ال 1% اللي كنت بعوض فيها في الاريا ستيل اعوض ب 5%. عوضت بال 5% هات اريا كونكريت، واروح هات وزي ما قلنا هو في بعد 250 مللي جيفن، روح هات التاني وقربه لاكتر 40، اكبر 50 مللي بقى 400، وروح اعمل الكنات بنفس الطريقه اللي احنا قلنا عليها قبل كده، مفيش اي اختلاف، نفس الاكزامبل اللي فات. بس كده يبقى كده خلصنا الديزاين بتاع العمدان الاندر كومبريشن، سواء هو تايت كولوم او سبايرال كولوم. وبالنسبه للسبايرال كولوم احنا شرحنا ما كانش فيه اكزامبل، بس شرحنا ستيبس بتاعت الديزاين، هي نفس ستيبس اناليسيس بس باختلاف بسيط. شكرا والسلام عليكم.